صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم العربي والعالم بفقرة جديدة وحلقة جديدة من سبورتس تايم. خلينا نتابعها سوا. سبورتس تايم لليوم طبعا حلقتنا رح تكون عن منتخبنا الوطني اللبناني لكرة السلة اللي كان عم يخسر أمام المنتخب الأردني ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التصفيات الأسيوية، ولكن منتخب لبنان بتنتظره مهمة جدا مهمة يوم غد أمام المنتخب السعودي، وبالتالي الرهان على رجال الأرز لا يزال. خسارة مباراة هي مش آخر الدنيا، كلنا خلف رجال الأرز من أجل الاستحقاق الوطني المهم. عضو اللجنة الفنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة الدكتور إبراهيم دنيا هو معنا اليوم لنحكي أكثر فنيا عن وضع المنتخب اللبناني وشو لازم يصير بالمباراة أمام المنتخب السعودي. دكتور دنيا صباح الخير. صباح النور، يعطيك ألف عافية. دكتور بداية، كيف شفت الخسارة أمام المنتخب الأردني؟ وطبعا أنت كخبير وطبعا من اللاعبين التاريخيين لمنتخب لبنان وبكرة السلة اللبنانية، كيف ممكن وشو لازم نعمل بمباراة المنتخب السعودي غدا؟ لا حيلا مباراة عم نلعبها صرنا بهالأدوار نكون عطلانين همها. صح. وكنا عطلانين هم المباراة ضد الأردن لأن نعرف أنه عندهم لاعبين محترفين مثل ما نحن عندنا كمان لاعبين محترفين. هل كنا متصورين أنه رح نقدر نخسر هالقد؟ أنا ما بعتقد. يا ريت حتى لو خسرنا يا ريت كان الخسارة بكمية صح. نقاط أقل صح. لحتى أول ما نربح بقوة الله المنتخب السعودي نضلنا نحن متصدرين، وهيدا بيساعدنا على الراوند الثاني اللي بدنا نلعبها. هلا واحد اذا بده يسال شو الاسباب يلي ادت للخساره، دفنتلي اللعيبه ما كانوا موفقين مثل ما كانوا موفقين بالمباريات القديمه. كنا مستنظرين نسبه التهديف خصوصا من 3 بوينتس تكون اكثر بكثير، كنا متصورين شوي اللعب يكون متجانس اكثر بين بعض اللعيبه. هيدا بيصير، هيدا طبيعي مع المنتخبات الكبيره. انا بعرف انه الاداره رئيس الاتحاد وكل الأشخاص من غازي بستاني وشربين كلهم داعمين هلا الفريق مثل ما كلنا داعمين الفريق، وبعتقد بقوة الله المباراة ضد السعودية بدها تاخذ غير منحة إن شاء الله. دكتور بدي أسألك عن يعني المنتخب الأردني كان خسر أمام المنتخب السعودي وكان عندهم غيابات، ما كان زيد عباس، ما كان أحمد الدويري، اللاعبين اللي هني على مستوى عالي. راح المنتخب الأردني وأعلن حالة طوارئ رياضية إذا بدك، وكان ما أراد لإله من خلال مباراته أمام لبنان. برأيك نحن إن شاء الله منقدر نفوز على المنتخب السعودي، نحن بحاجة لحالة طوارئ لنتفادى، لأنه نحن بحاجة في مباراة إياب مع المنتخب الأردني لازم نشتغل من هلا حتى نحضر من اجل الفوز على المنتخب الاردني وبفارق اكثر من 11 نقطه يلي خسرناه امامه بعمان. مظبوط. هلا انا محل المنتخب الاردني كنت عملت نفس الشيء، كنت جبت كل اللعيبه اللي عندي، جيشت الجمهور كله عم بلعب بارضي، هيدا كله كان عنده لصالحه للمنتخب صح. الاردني. بعتقد نحن رح نكون ناطرين هالفرصه. اذا بدنا نحكي شوي تكنيكاليتي والاشخاص الموجودين بعتقد بلجنه المنتخبات بيعرفوا هالشيء، الاجنبي اللي موجود مع المنتخب الاردني عطى شغل كثير كثير اكثر من الاجنبي اللي مع المنتخب اللبناني، مع انه الاجنبي المنتخب اللبناني بنحبه ونحن وياه صلنا مده كثير كثير كبيره. هيدا شيء واحد بده بعدين يكون عم بفكر فيه شو بدنا نعمل بالمستقبل بالجيمات يلي واصلين لها لبعدين. بالنسبه للمنتخب السعودي اللي عندنا المباراه ضده بكره، شغلتين نحن يلي بتخوفني. اول وحده ما بنعرفه كثير منيح للمنتخب السعودي، منتخب السعودي غامض، ما لعب كثير مباريات شفناه، ثم ما بنعرف كثير الخطط بعتقد تبعه. هون مأكد انه الكوتش جاد والمساعدين تبعه عم يدرسوا هالشيء. ثاني شيء الاسيستنت كوتش تبع المنتخب السعودي هو لبناني الجنسيه وكان كوتش بلبنان، سو عنده خبره شوي على اللعيبه تبعنا. سو هول الشغلتين بنقول لهم شويه دروباك على الجيم يلي ناطرنا بكره، بس انا متفائل كثير انه رح يكون بقوه الله رح نربح، واهم شيء
نحن داعمين لهالمنتخب وداعمين كل الاشخاص اللي موجودين حسده خصوصا بالمباراه اللي بدك نلعب بكره. ابراهيم دكتور بدي استفيد منك لاسالك سؤال فني تقني، لو كنت القرار عندك كنت رجعت استدعيت لاعبين لم يتم استدعائهم للمنتخب اللبناني، نحكى بجون عبد النور، نحكى بلاعبين قادرين بعد يعطوا مثل ما عمل الاتحاد الاردني من خلال استدعاء زيد عباس ولاعبين اخرين؟ هلا ديفينتلي جان عبد النور هو من افضل اللاعبين يلي مرقوا على لبنان ومؤكد انه بيقدر بيعطي، بس قديش بده يقدر يعطي كميه وقت، قديش بده يعطي بهيك مباريات، تعب الجسدي يلي ممكن ياخده، هل منعود جان بحدا تاني؟ بعتقد الاتحاد وهم بيعرفوا اكثر منا، يعني لجنه المنتخبات عم بفكروا بمنتخب لا مش بس لهالسنه والسنه اللي وراها، عم بفكر بمنتخب لبعد كذا سنه يكون موجود معنا، مشان هيك جبنا اشخاص صغار مثل يوسف مثل يويو، عم نجيب الاشخاص الكبار بالعمر صح. لحدود معين بالعمر. ديفينتلي جان از ا جود اسيت، انا ما كنت اخذت لا جان هلا مع انه جان محبب خصوصا لابني اللي عم يلعب معه بالنادي الرياضي اليوم، يعني هو مثله الاعلى او لالي رستم او لهالاشخاص هون. بس بدي وجه شغله للجمهور يلي اكثريتنا صرنا كوتشيه صح، خلينا نرحم المنتخب، خلينا نرحم الشباب، نكون وراهم خصوصا لمباراة بكرة فول سبورت، بعدين بنحكي بالاشياء التانية. عندنا استحقاقات كثير مهمة نحن وراهم، يعني هيدا اهم شيء نكون هلا بدنا ندعمهم، بدنا ندعم لجنة المنتخبات، بدي ادعمه لجاد الحاج، شئت انا اذا بحبه أو ما بحبه، هيدا هو كوتش منتخبي، منتخب الارز، منتخب لبنان، نحن وراهم على القليلة بهالمرحلة. دكتور بدي 100% وبعدين بنحكي صح. قد ايه دكتور ابراهيم دنيا الشخصية الرياضية النافذة والفاعلة بكرة السلة اللبنانية على مدار التاريخ قد ايه متفائل بوصول منتخب لبنان إلى نهائيات كأس العالم؟ أنا معروف عني شخص متفائل، بس ديفينتلي بده يكون في معه شغل ودعم، والشيء اللي صار معنا مع الأردن رح يعطينا مثل شوك، كيف بيعملوا الكتريكال شوك لحدا وبيوقع فجاه، هيدي الكتريكال شوك يلي اجت بوقتها، يعني اجت بوقتها، بكره اول ما نربح السعوديه بقوه الله رح يصير بعدين المباريات الثانيه رح يكونوا اصعب واصعب واصعب وفرق اقوى، هيدي بدها تعطينا شوك لكلنا الموجودين بهالوسط الرياضي كره السله بلبنان يلي حقيقه يلي هي المنفذ لنا بهالوقت، يعني ربحنا بطولة الأندية بطولة الدول العربية، شوف شو صار بالبلد، البلد كله ولع، شو هي المنفذ لإلنا، شو بدنا نكون عم ندعم، وكل واحد يلي موجود بهاللعبة وعنده حضور لازم يعطي رأيه، وأنا مأكد إنه الكل بيسمع، يعني من الأستاذ أكرم لشربين لكل الشباب كله بيسمعوا بالآراء وكلهم بياخذوا فيها وبيمشوا للي بدنا نعمل أحسن شيء لهالكرة السلة اللبنانية. سو خلينا نخلص مباراة بكرة إبراهيم، ووراها كل حادث له حديث إن شاء الله. أكيد دكتور إبراهيم دنيا أكيد رح يكون لنا لقاءات تانية لنستفيد من خبرتك الفنية والإدارية حتى بموضوع منتخب لبنان وكرة السلة اللبنانية. شكرا لك على هالإطلالة معنا، طبعا لنلقي الضوء كنا فقط على منتخب لبنان من خلال المباراة يلي لعبها أمام المنتخب الأردني، للأسف خسرها فرق 11 نقطة، ولكن بعد البطاقة بأرض الملعب بتصير، وبكرة أمام السعودية. بدي أتشكرك من كل قلبي على هالمداخلة. يعني الله يقويك، وبعرف دعمك للمنتخبات وخصوصا منتخب كرة السلة شو يلي عم تعمله وعم تقدمه. شكرا لك دكتور إبراهيم دنيا، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة اللبنانية. هيدا كان موضوعنا اليوم بسبورتس تايم، مشاهدينا أكيد فاصل إعلاني وبنرجع لمتابعة صباح اليوم.